حيث استخدمه القدماء المصريون منذ حوالي 3500 سنة. الطبلة وهي آلة إيقاعية مساعدة للدف وتسمى دربكة، وهي تستخدم غالبا في الفرق الشعبية. الكمان تعتبر من أهم الآلات الموسيقية بقدرتها الكبيرة على التعبير عن المشاعر المختلفة. عرش مجموعة الآلات ذات القوس المعروفة بعائلة البيجين، وتعتبر العمود الفقري في الموسيقى العربية والعالمية. وترية من ذات الأوتار المطلقة، وهو أكثر الآلات الشرقية اتساعا في مناطق الأصوات الغنائية. الآلات الإيقاعية الشهيرة في مصاحبة الغناء في البلاد العربية، وهي آلة قديمة العهد يسمونها الرق أيضا، نسبة إلى الجلد الرقيق المشدود على أحد وجهيه.